واللي استحق عليه الشكر نتيجة للتعاون والتفاهم يطلع نسمع بعد كده كلام مختلف خالص حتى من الكابتن حازم إمام. كلام حازم مهم جدا هنسمعه وفي تعليق عليه. بداية طبعا جدا جدا من الخسارة، لكن أنا بشوف ساعات الخسارة لازم تبقى فيه خسارة عشان تعرف أنت واقف فين، الدنيا ماشية إزاي، شغلك عامل إزاي، الدنيا عاملة إزاي. طبعا الظروف بتاعتنا بتاع المعسكر ده هي ظروف مش منطقية قوي، مش يعني ما أقدرش أوازن أقول ده مستوانا الحقيقي. زي في كل اللعيبه اللي بتلعب في مصر كلها يعني جايبينهم مصاد الاعداد، فطبعا اكيد بتبقى لسه اللعيبه مش فت، اللعيبه فيها مشاكل، انت عندك لعيبه كتير بتلعب اول مره مع بعض، بتجرب ناس بشكل مختلف، جايب لعيبه صغيره، يعني يمكن فكره كمان ان طول المعسكر وناس كتير بتطلع تقول لك الماتشين مالهمش لازمه، الماتشين مالهمش لازمه، الماتشين اللي بتلعب مع لعيب يوم ايه، ماتشات وديه، يعني بيبقى حال الناس ان الماتشات سهله، لا هو مش سهل. الاجواء بتاع المعسكر ده يعني ناس مش كلها مركزه في المنتخب زي كل معسكر، ناس كلها مش كل الناس عندها الهدف ان انت تشوف اللعيبه كلها وتلعب مع اللعيبه كلها، وان عندك ماتشين مهمين وماتش تنس ماتش ودي مهم، لا يعني ناس كتير بتطلع تقول الماتشات الوديه دي كان مش مهمه قوي، مش عارف ايه، اللعيبه تريح، اللعيبه تيجي، ده برضه خد من اللعيبه شويه اكيد طبعا. فهي ظروف الماتش ده ما اعتقدش انها هتتكرر تاني. احنا الفتره الجايه هيبقى دايما المنتخب الاولويه للمنتخب مصر في كل المعسكرات الجايه، اللعيبه تركز في الماتشات. هل موضوع لعيب الاهلي اخذ من تركيز الناس والمجتمع والوسط الرياضي، ولا كانت الامور متهندله من الاول ما بين حضراتكم كاداره؟ لا، احنا مهندلين مع الناس وكل حاجه، مع الناس، مع النادي الاهلي احنا ما عندناش مشاكل، ومع الزمالك قبليهم ومع الاهلي احنا دينا ودينا يعني عملنا ما نقدر نعمله. ويمكن ده النهارده احنا خسرنا مثلا، فالناس بقى انتوا خسرتوا ماتش مهم كنت خدت لعيبه الاهلي، بس الاهلي عنده بطوله تمام خلاص تمام، ربنا يوفقهم ان شاء الله وياخدوها، تحسب للاهلي وتحسب لمصر. فاحنا عملنا اللي علينا مع الانديه، نتمنى الفتره الجايه، الفتره الجايه هي الاهم. احنا عندنا زي ما بقول لك تصفيات كاس عالم شهر 11 وشهر 12 هنخش معسكر بطوله افريقيا، فاتمنى ان يبقى كل الناس تطلع دايما تبقى التركيز لمنتخب مصر في المعسكرات، يبقى التركيز دايما لمنتخب مصر. طيب ما هو ده اللي انا بقوله بقى، عندما يتحدث حازم إمام أو أي حد في الكورة، في الكورة فقط، يكون الكلام موضوعي جدا. هو ذكر أسباب موضوعية. إحنا كلنا في بداية موسم، ما إحناش في أحسن حالاتنا. هو أنا لما بقول إن أنا يعني حازم إمام استغل الفرصة عشان يقول مش بعد كده مش هقف، مش هندي اللعيبة، ما معناها يعني الناس فسرت كده، معناها يعني إن أنا بقول إن حازم يتمنى هزيمة المنتخب؟ طبعا لا، بس كمان ما لا يستفاد من موقف عشان تعالج حاجة تانية، لأن الحقيقة الهزيمة مش بسبب خروج لعيب الأهلي، والا يبقى خروج لعيب الزمالك بعد كده او خروج لعيب بيراميد. انت منتخب والغرض من الماتشات الوديه انك تحاول طبعا تعمل حاله من الانسجام، استعداد لو في تارجت، لو في يا استاذ ابراهيم خارج من المعسكر ده او من الماتشات الوديه دي على هدف رسمي، انا معاك، خلي لعيبتك معاك. التوقيت زي ما انت قلتها، ليه اجيب تونس في اللحظه دي؟ اذا كنت انا مهتم قوي إني لو خسرت هزعل أو الناس هتزعل، ودي النتيجة واردة. وتعالى بقى نتكلم على العزوف الجماهيري، هو أنت استفدت إيه إنك تلعب الماتش في 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 في, في ملعب فاضي؟ أنت حشدت إيه؟ هل حشدت الجماهير وطلبتهم يحضروا؟ أبدًا. هل مثلًا قلت هعمل التذكرة برقم رمزي عشان الجماهير تيجي معانا؟ انت اديت ايحاء ان الماتش يعني تحصيل حاصل. احنا الاعلام مش انت حازم امام يعني او بتاع. انا متضايق من فكره ان نبتدي بقى ايوه كده وذكر يا حازم هي دي المشكله. وهو ده حازم اتولد من جديد، ومين بيقول لك دي شهاده ميلاد؟ اكنه استعداء انه لا اقف بقى مواقف ضد الاهلي. ضد الاهلي، وده كلام ده؟ هل ده كلام؟ يبقى انت عمال بتشاور ان اللعيبه اللي داخل دي ما لهاش لازمه، وان لعيبه الاهلي هي غيابها اثر خطر. النغمه دي خطر، يعني انا لما اكون مسؤول اقول لهم ايه الكلام اللي بتقوله ده؟
يعني كان حازم لازم يدوس قوي في حته لا مش فكره الاهلي. فكره ان ده عندنا البداء. انا منتخب منتخب كان يجب يعني انا عندي باك ليفت وحيد داخل بيه لان فتوح من الاول عنده الام مش كده؟ يبقى لا الدوري كله ما فيهوش باك ليفت. جيب وجرب مش يمكن هو كيروش بس كيروش حظه احسن من فيتوريا. لما جه يجرب محمد عبد المنعم في الباك رايت اللي هو مش مركزه تألق فقدر ياخده بعد كده جوه تألق. مش انت يمكن انت لو جربت واحد تاني كنت قدرت تلاقي لعيب يتألق؟ ال 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 الرافد بتاع المنتخب الاول مش المنتخب الاولمبي. ما لازم يبقى عينك على المنتخب الاولمبي ولو انت عايز حد من المنتخب الاولمبي هيبقى الاولويه ليك مش للمنتخب الاولمبي. صحيح. خاصه ان الاثنين بيلعبوا دولي. ودي. ايوه. ودي يعني عايز اقول ايه؟ قراءه المشهد وتلبسها واختزالها و و و والعدائيه اللي اتعاملوا بيها هم دول اللي فرحانين اللي عايزين بس ايه؟ عشان الاهلي بعد كده ما يحصلش على دعم من المنتخبات او من اتحاد الكوره او من لجنه المسابقات. خلي بالك والله العظيم ثلاثه لو ربنا كرمك وهتكمل هتقع في الفخ اللي انت نصبه للنادي الاهلي. انت هتقع في نفس الظروف. انت عايز هتجيلك لا طب هو الدوري هيبتدي بايه؟ اول تعديل في الجدول لمين؟ الزمالك وبيراميدز. الزمالك وبيراميدز الاثنين اللي هم عمالين يلسنوا اعلامهم يلسن عليك مش الزمالك وبيراميد اللي لا ده المدربين باتشيكو اللي بقى من شبرا من ايام ما كان في الزمالك كل يوم وتاني العداله ومش العداله وتاع وماشيين بنفس النغمه ليه؟ لا النغمه دي تديله العذر يوم ما يخسر بالظبط محدش يحاسبه تغطيه هو فاللي فرحان بقول له لا يا حبيبي ده انت اديته عذره في جيبه. صحيح. فما يعني كلام حازم امام يا جماعه يعني هو بيقول المعسكر ده ما كانش احسن حاجه. كارلوس كيرو اسمه ايه ده فيتوريا قال لك كل المعسكرات السابقه كانت كده. ودي نقطه لجمال علمه مجلس اداره الاتحاد. ما فيش حاجه اسمها حازم يقول لك من بعد ده مش هي طب وده ماله؟ إذا كنت أنت مبدئيا بتقول إحنا مهندلين مع الأهلي يعني مرتبين المسألة مع الأهلي يبقى الأهلي ما خطفش لعيبته وخرجهم من المنتخب زي ما الإعلام الزملكاوي عايز يتهم الأهلي ويصوره بدليل إنه سابهم لك أثيوبيا بس بدون مشاكل الاتفاق حاصل إن هم قطعوا المعسكر وجالك من النمسا عشان ينضموا لمعسكر أثيوبيا ولعبوا المباراة. أنت سبت ناس في مباراة أثيوبيا منهم محمد صلاح وسبت لعيبه الاهلي في مباراه تونس يبقى ده جهاز المنتخب اللي عمل كل حاجه. يا استاذ ابراهيم المنتخب كان عنده حاجه يا معسكر يا حاجه رسميه انا عايز افتكر وساب لعيبه بيراميد ده ايام الكابتن حسام البدري. لا السنه اللي فاتت في الاخر السنه اللي فاتت خد اتنين لعيبه بس هو وكمان الزمالك وكان كان بيراميد داخل على حاجه في الكونفدراليه وده طبيعي لو انا ما هو حازم مرتضى منصور طلع يشكر حازم انه خرج لعيبه الزمالك عشان يلعبوا مع فريق بطل تشاد في دور ال 64 طيب كان زيزو والونش ما ينفعش وعشان كده حازم على فكره هو لما قال احنا كنا مهندلين مع الاهلي وهندلنا مع الزمالك قبل كده ده في الفيديو اللي لسه قايله لسيف يعني هو بيعترف انه ده تم القصد فين؟ لو هنتكلم على مصلحه المنتخب خدوا بالكم المنتخب احسن من كده فكرة إن حازم يقول لك السبب إن إحنا في فترة إعداد والناس مش جاهزة بدنياً اخترتوا تونس في التوقيت ده ليه؟ وبعدين ما هو اللعيبة الشق الهجومي بتاعك كلهم شغالين دورياتهم شغالة، صلاح ما شاء الله في الدوري الإنجليزي بقاله كام أسبوع ومرموش في ألمانيا ومصطفى محمد وشريف لعب يا أستاذ إبراهيم وبعدين طيب ما هو أنت عندك في نص الملعب ما هو طارق حامد شغال في الدوري السعودي وحمدي فتحي شغال في الدوري القطري يعني التعلل بفكره الناس في بدايات موسم
مش شماعه سليمه وضيف عليها ان انت اللي مختار تونس. يعني لعيبه الزمالك اكثر جازم الاهلي جايين من البطوله العربيه يعني قريب لعبوا. عايز اقول لك